والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه قراءة لمنظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وليس بواجب بلا اقتدار، ولا محرم مع الضرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعيته. وكل شرط لازم للعاقل في
في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.